ديما ديما راجل. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فا بخبر عنوانه بودريقة الرجاء بحاجة إلى 4 ملايير سنتيم في نهاية الموسم. وأكد رئيس فريق الرجاء الرياضي محمد بودريقة أن المكتب مسير بحاجة لحوالي 4 مليار سنتيم لأداء منح توقيع اللاعبين ومستحقاتهم العالقة إلى جانب رفع عقوبة المنع من التعاقدات. ووضح بودريقة في خرجته الإعلامية الأخيرة رفقة صفحة موقع الأنصار ديما ديما رجاء أنه في نهاية الموسم غيكون لزاما على المكتب مسير الحفاظ على ركائز الفريق وأداء منح توقيعهم اللي كتقدر بجوج المليار سنتيم، كما غيكون لزاما على الفريق أداء الأحكام النهائية باش يتمكن من المشاركة في دوري عصبة الأبطال الإفريقية. وقدر بودريقة حجم ديون النزاعات بحوالي 2 مليار، علما أن الفريق كيرغب في التعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز صفوفه في الموسم الرياضي المقبل. وأكد الرئيس الرجاوي أن المكتب مسير كيبحث على موارد مالية جديدة لمواجهة التحديات الصعبة اللي كتواجه في نهاية الموسم الرياضي. كما شدد بودريقة على أنه ما كيفكرش في التخلي على أي لاعب من ركائز الفريق للأداء الجيد اللي كيقدموه في الموسم الحالي، والحاجة النادي للإبقاء على جميع الركائز في الموسم المقبل لمواصلة المنافسة على الألقاب وبالأخص التركيز على نيل عصبة الأبطال الإفريقية. الرجاء الرياضي ينتظر قرارا مهما من العصبة لرفع منحة البطل، وكينتظروا مسؤولي فريق الرجاء الرياضي التعرف على القرار النهائي للعصبة الاحترافية بخصوص سلم المنح اللي كتخصص الأندية حسب الترتيب النهائي في الدوري الاحترافي. وكيترقبوا مسؤولي الرجاء قرار العصبة على اعتبار أن عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الاحترافية سبق له وأشار في إحدى تصريحاته الإعلامية بنية الجامعة الرفع من قيمة منحة التتويج بلقب الدوري الاحترافي من 300 مليون ل 600 مليون سنتيم، ومنتظر باش ترفع العصبة الاحترافية أيضا من منحة باقي الأندية، إذ متوقع باش يحصل الفريق الثاني على منحة كتقدر ب 550 مليون، وصاحب المركز الثالث والرابع بمنحة كتمشي من 450 حتى ل 500 مليون، وغتحرم العصبة الاحترافية الأندية المحتلة المراكز الأربعة الأخيرة من الحصول على أي منحة. هادو كيمني فريق الرجاء النفس باتخاذ العصبة الاحترافية لقرار الرفع من منحة التتويج بلقب الدوري الاحترافي لحاجته الماسة لموارد مالية كبيرة لمواجهة التحديات اللي كنتظروا في نهاية الموسم. كما كينتظروا مسؤولي الرجاء تحديد الجامعة الملكية الموعد رسمي باش يتم الاحتفال بفريق الرجاء كبطل الدوري الاحترافي، وذلك بمنحه البطولة الذهبية كأول فريق كيحصل عليها إثر عدم تعرضه لأي هزيمة خلال 30 مباراة كاملة. مولودي توجدة يستأنف تدريبه غدا الأربعاء ويرحل إلى أكادير الاثنين المقبل لملاقاة الرجاء الرياضي في الكأس. وفعلا على خصم الرجاء المقبل حدد مدرب مولودي توجدة فوزي جمال غدا الأربعاء كموعد لاستئناف التدريب، وذلك استعدادا لمواجهة الرجاء الرياضي يوم الثلاثاء 25 يونيو المقبل ضمن نصف نهائي مسابقة كأس العرش. وأكدت عدة منابر أن الفريق الوجدي غيشد الرحال لمدينة أكادير يوم واحد فقط قبل اللقاء، بحيث غيرحل بالحافلة الفاس يوم الاثنين وغيستكمل في نفس اليوم الرحلة جوا نحو مدينة أكادير. وكيعيش مولودي توجدة وضع صعب بعد انحداره للبطولة الاحترافية القسم الثاني، إذ من شأن هذا المعطى أنه يرجح كفة الرجاء في التأهل النهائي إن شاء الله، ويستغل الوضع المهزوز للمولودية على المستوى النفسي. يشال أن مولودي توجدة غيلاقي فريق الرجاء الرياضي إلى ملعب أدرار بأكادير الثلاثاء المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء. رسميا كيب تاون سيتي الجنوب افريقي يعلن تعاقده مع لاعب الرجاء هشيم دوميغو. واعلن نادي كيب تاون سيتي تعاقده مع صانع العاب فريق الرجاء الرياضي هشيم دوميغو في صفقه انتقال حر عقب مغادرته للنسور في الايام قليله من الموسم الكروي الحالي. واشار نادي الجنوب افريقي في تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي اكس ان دوميغو وقع على عقد كيمتد لثلاث مواسم دون الكشف على التفاصيل الماليه للصفقه. وكان لاعب بالغ من العمر 28 سنة انضم صفوف فريق الرجاء في ميركاتو الصيفي الماضي، غير أنه ما انتزعش مكانة أساسية ضمن كتيبة المدرب الألماني جوزيف زامباور. وخاض دومينغو 10 مباريات فقط مع الفريق الأخضر هذا الموسم ضمن منافسات البطولة الاحترافية دون تسجيل أي هدف أو تقديم تمريرة حاسمة في المسابقة. يشال أن هشيم دومينغو عرج على مجموعة من الأندية قبل فريق الرجاء في مساره الكروي لحد الآن، على غير ما ميلودي سان داونز، غيماريش البرتغالي، وروفوس النرويجي. تقرير: الرجاء يقدم عرض شفوي للاعب الأهلي المصري قندوسي. وفي تفاصيل الخبر، كشف تقرير صحفي أمس الاثنين أن الجزائري أحمد قندوسي تلقى عرض شفوي من فريق الرجاء الرياضي الرحيل في الموسم المقبل من الدوري المصري تجاه الدوري الاحترافي المغربي.
وفقا لعدة منابر إعلامية مصرية، فقندوسي تلقى اتصالات من فريق الرجاء بالإضافة لعرض من أحد الأندية الفرنسية وعرض آخر من الدوري الجزائري. وكيلعب قندوسي حاليا على سبيل الإعارة صفوف سيراميكا كليوباترا قادما من الأهلي المصري حتى لنهاية الموسم الحالي. وشد التقرير على أن الأهلي المصري مازال محسمش بعد في مصير قندوسي رغم ما تردد حول اختاره سيراميكا كليوباترا بعودة اللاعب في الموسم المقبل، إذ منتظر باش يدرس العروض المقدمة للاعب اللي ما تمكنش من حجز مكانة بالفريق الأحمر. وبنسبة كبيرة يقدر يتم قبول عرض فريق الرجاء الرياضي في حال ما قدمه رسميا في الأيام قليلة المقبلة. تقرير على العربي الزاوي يهدد بحرمان الرجاء والوداد من الجماهير. وكشف تقرير تقني لسلطات منطقة عين سبا الحي المحمدي باستحالة سماح الرجاء والوداد باستغلال الطاقة الاستيعابية الكاملة المركب العربي الزاولي عند استضافة المباراة الفريقين سواء المحلية منها أو القارية. وكشف مصدر مسؤول أنه غيتم الترخيص للرجاء والوداد باستغلال المركب العربي الزاولي بطاقة محدودة بسبب المخاوف من اندلاع أعمال الشغب، خصوصا أنه كيتواجد بمنطقة كتضم العديد من المنشآت الصناعية. ووضح المصدر ذاته أن السلطات الولائية لمدينة الدار البيضاء كتقوم بدورها بإعداد تقرير تقني على مركب العربي الزاولي غيكون حاسم في تحديد عدد الجماهير اللي غيتم السماح ليها بمتابعة مباريات الفريقين. وكان مقرر باش تنتهي الأشغال بمركب العربي الزاولي في نهاية مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيل افتتاحه لغاية يوليوز المقبل، وهو ما اضطر فريق الرجاء والوداد لخوض مبارياتهم في الموسم الحالي على التوالي بملعب بلدي برشيد وملعب بشير بمحمدية بسبب إغلاق مركب محمد الخامس ما أثر على مداخل الفريقين بشكل كبير. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.